السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد في تعلم سلسلة الطعام اثنان. سوف نكمل في هذه السلسلة كورس الطعام اثنان. هذا هيا بنا أصدقائي، لدينا كورس الطعام واحد وهذا كورس الطعام اثنان. هيا بنا اختر الترجمة الصحيحة. We have coffee. The men eat breakfast. The men eat breakfast. الرجال يأكلون الإفطار. بيضة ودجاج. Chicken egg. The child eats a tomato. The child eats a tomato. الطفل يأكل طماطم. هل هو لحم خنزير؟ Is it pork? Is it pork? She drinks coffee. She drinks coffee. She هي تشرب القهوة. هو نباتي. Is he? Is he vegetarian? لا، ليس سؤال. اعذروني. He is vegetarian. He is vegetarian. He is vegetarian. He is vegetarian. هو نباتي. I am vegetarian. I am vegetarian. أنا نباتي. I am vegetarian. I am vegetarian. الطفل يأكل حبة الطماطم. The child eats a tomato. We have breakfast. We have breakfast. لدينا إفطار. We have breakfast. نحن نأكل الإفطار. أو نحن نتناول الإفطار. الرجال يأكلون السمك. Man. الرجل، أعذر ليس الرجال، الرجل. The man eats. Eats. Fish. They eat the fish. They eat the fish. إنهم يأكلون السمك. They eat the fish. البنت تأكل بيضة. The girl. The girl eats egg. An egg. The girl eats an egg. هي تشرب القهوة. She drinks coffee. She drinks coffee. أنا آكل الفطور. I eat breakfast. I eat breakfast. يمكن أن أقول I have breakfast also. هل هو لحم خنزير؟ is الفعل it الضمير. نقلب لأنه سؤال، نغير مكان الفعل والضمير. is it pork؟ pork. انتهى الدرس، شكرا لكم. هيا بنا درس آخر في كورس الطعام اثنان. أصدقائي، عليكم بالاستمرارية وتكرار الكلمات الأول، الجمل التي تعلموها جديدة بصوت مرتفع. هيا بنا. الليمون. The lemon. The woman drinks fruit juice. The woman drinks fruit juice. المرأة تشرب عصير الفاكهة. عصير فاكهة. طبق. أبلات. The beer. The beer. الفتاة تشرب الحساء. The girl. The girl. Drinks. Drinks. Soup. Soup. اعذروني على الكلمة الأخرى التي في
التي كانت قبل السؤال الذي كان قبل هذا هو ليس الأمر بيدي، يعني إنه في التطبيق. لعلنا في يوم ما نقوم قد أنجزنا تطبيقنا الخاص، وأنا نضع فيه مثل محتوى التعليم هذا، يعني نجعله أفضل إن شاء الله. السوق. فدعمونا لكي نحقق هذا الهدف. السوب حساء يشرب دبك Your bear. Your bear دبك drinks. Drinks beer. حتى هذا سؤال، يعني هو اللي يريد مننا، حسب ما فهمت منه يريد من أن نميز بين بير أند بير أند بير. نعم، بير بير هي الدب، بير هي البير. The woman has dinner. The woman and dear. The woman. The woman has dinner. المرأة تأكل العشاء. عشاء العشاء سمك. العشاء سمك أو العشاء هو سمك. The dinner. The dinner. The dinner is. Is fish. The woman has lunch. The woman. The woman has lunch. أنا أشرب عصير التفاح. I drink. I drink. Fruit juice. عصير التفاح. أعذروني. A beer, please. A beer, please. معاذ الله. ليمونة. الليمونة. The lemon. The lemon. الليمونة. لدي طبق. I have a plate. I have a plate. I have a plate. هو يأكل الفاكهة. He eats fruit. He eats fruit. He eats fruit. هم يتناولون الغداء. They have lunch. They have lunch. أنا أشرب عصير التفاح. التفاح. I drink apple juice. هاي بنا نكمل الدرس لنصل المستوى الثاني في في كورس الطعام اثنان. أنا آكل السكر. I eat sugar. She drinks strawberry juice. She drinks strawberry juice. هي تشرب عصير الفراولة. اللحم. The meat. Bread and wine. Bread and wine. خبز. الولد يأكل السكر. The boy eats sugar. We drink strawberry juice. We drink strawberry juice. نحن نشرب عصير الفراولة. هل هو لحم بقري؟ Is it beef? Is it beef? Is it beef? The bread and the wine. The bread and the wine. إنه لحم. It is. It is meat. Meat. بيف. بيف هي لحم البقري، لكن وقال لحم يعني ميت تعني لحم.
We eat beef. We eat beef. We eat beef. قهوة وسكر. كوفي. Coffee and. And sugar. Sugar. Coffee and sugar. The food has salt. The food has salt. The food has salt. الطعام به ملح. The wine. Oil and salt. Oil and salt. Oil and salt. الزيت والملح. الرجال يأكلون ثمرة الفراولة. The men. The men. The men eat strawberry. Eat a. Eat a strawberry. Strawberry. نحن لدينا ملح. We have salt. We have salt. Salt, salt, yeah. لقد وصلنا إلى المستوى الثاني في الطعام اثنان. أصدقائي علينا بالمثابرة والاستمرارية بتكرار الجمل الجديدة ونقيد وندون ما تعلمناه جديدا في هذه السلسلة لكي نحصل على نتائج أفضل إن شاء الله. ونشكركم على حسن المتابعة. نرجو أن تكون الحلقة كانت مفيدة لكم. فلا تنسوا الاشتراك بالقناة إن كنتم تشاهدونا من اليوتيوب، والإعجاب بصفحتنا إن كنتم تشاهدونا من الفيسبوك، واشتركوا هذا الفيديو مع من تظنون أنه قد يحتاج إليه أو قد يفيده. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.